ما كانت فريزة سي ان سي فوركس من شركة دوسان وال دي ان ام 500 اي سنة 2015 شاشة فانوس. حالة هبوط البطارية لازم نعالج شلون انه بطاريتها نجي للبورد نفتح البطارية عبارة عن اربع بطاريات 3 فولت الوحدة منهن لفن بتيب عازل وبيهم فيشة بهذا المكان من لحمة نسوي. بحالة اطفاء الماكينة تسبب البطارية عادية هاي اذا كلش هابة اذا بيها مجال يعني تشتغل وريد نبدلها فنطفي الامرجنسي ستوب هي والماكينة شغالة وخلال يعني فترة ما تتجاوز دقائق لازم احنا نبدل البطارية. بحالة هبوط البطارية نهائيا واستبدالها هي وطافية راح الماكينة تفقد الصفر مالها الريفرنس اللي هو هذا هذا الوولت لا تسجل الماكينة راح تفقد الصفر هذا فاحنا حتى نرجع الصفر عندنا عدة طرق يعني طرق برمجية. الحالة الأولى نذهب إلى أوفسيت 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 واحد اثنين مرزلي هذا أول نقطة الصفر الصفر نسويه واحد ونقول له إنبوت هذا الإنبوت مالنا على الكيبورد نضغط رقم واحد وإنبوت حتى تشغل بقى. طبعا احنا مكملين شغلها فما راح استخدمها عملي بس شرح صفر انبوت دائما نرجع نحول على ام دي اي ونطفي الامرجنسي ستوب. اليوم نذهب الى شنو الى السيستم هذا السيستم نضغطه ايش نضغط نضغط رقم 1815 مرة ما ضغطت 1815 على السيستم اروح النمبر سيرج نمبر سيرج طلع لي طلع ذني المهمات شغلنا كله بيها بالكود 1815 اكو اي بي سي و اي بي زد بحالة الماكينة شغالة ريفرنس مضبوط تكون كلها واحدات انا على اعتبار فاقد الريفرنس فاجي احول الاي بي زد الى صفر والاي بي سي الى واحد. طبعا بيج حاله مرات ما ياخذ الاي بي زد صفر ارجع على اي بي سي اسويه صفر وارجع على البي زد اسويه صفر ياخذ مره ثانيه ارجع على البي سي اسويه واحد يعني بحاله اي بي زد ما اخذ الصفر الواحد ما قال طبعا وشلون اخذ الصفر احول بالاسهم اروح على السرر الكولوم اللي اريده اضغط صفر واضغط انبوت زين حاله ما اخذ ارجع للكولوم اللي قبله احوله صفر انبوت طي وارجع هذا راح يصير صفر ارجع على اي بي سي اسوي واحد من صار اي بي سي واحد واي بي زد صفر اطفي الماكينه اطفي الماكينه وارجع مره ثانيه بهالحاله اقدر بعدين وراها اشغل يدوي احول على اليدوي هذا من ورا ما اضغط الامرجنسي ستوب واشغل ماكينه احول على اليدوي وبالقبضه نرجع المحاور مطابقة للعلامات اللي هو الصفر او اذا ما اخذت احول النوب الاعمدة اثنينها الى اصفارة اي بي سي اي بي زد تسويها صفر وهم اطفي واشغل نرجع المحاور للصفر والزد كذلك زد لا تنسى مش مرة نسيناه هم ارجع اطفي واشغل وورا ما اخذت بالحالة الاخيرة ثالث حالة حول الاي بي سي والاي بي زد الى واحد واحد كلهم وطف وشغل انه صفرت الماكينة زين بحالة الخطأ مرة صار عندنا انه الزد ضرب عندنا ما صفرنا زين تحولنا بالتول تشينجر الارم هذا ضرب هنا شلون رجعة الطريقة على اليوتيوب اللي هي تضغط هذا ترافيرس السريع اليدوي وضغط ويا هذا اللي هو تغيير تول تشينجر سيتنج شغل هذا شغل ويا شغل ويا هذا شو راح يطلع لي على الشاشه يطلع لي هذا الموضوع احنا الارم هذا الارم كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز نشوفه وين مفتر اعطيه ضغطه منه يتحول على ارم راح يرجع الطبيعي
واكو حالة اللي هي الكنسل بروجرام، كانوا في اذا ما اخذ التحويل يدوي اللي كانوا بيها ما يحولني. فهي طرق بشكل مختصر حتى نسجلن واتقن، واكو شي ناسين الذكرى بالكتبة كتابتنا.